استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في قصر الرفاع اليوم سعادة السفير كاي ثامو بوكمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة لدى مملكة البحرين، وسعادة السيدة مارغريت ناردي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة قائمة على أسس ثابتة من التعاون المشترك، منوها بأهمية مواصلة تعزيز التنسيق الثنائي على كافة الأصعدة بما يفتح آفاقا جديدة في مسارات التعاون الثنائي المميز. كما أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يربط مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة من علاقات ثنائية متنامية على كافة الأصعدة، وأهمية الدفع بها نحو آفاق أرحب من التنسيق والتعاون بما يحقق المصالح المشتركة. ونوه سموه بأهمية مواصلة تعزيز التعاون الدولي المشترك في ظل الظروف العالمية الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا على كافة المستويات لدعم الجهود العالمية للتصدي للجائحة، معربا سموه عن تقديره للتعاون المثمر بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية فيما يتعلق بجهود مواجهة جائحة فيروس كورونا وتسهيل توفير اللقاحات للمملكة والتي ستسهم في حماية كافة أفراد المجتمع من الفيروس. كما جرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية واستعراض مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.